الجزائر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. بثنا الزاوية القرآنية بين الماضي والحاضر. في التراث تصنيف الإنزاد ضمن التراث المادي لليونسكو. مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم. هذه نشاط الأخبار المحلية نقدمها لكم من قناة نوميديا. بداية وبمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، أحيت مساء أمس الخميس دائرة رأس الماء التابعة لولاية سيدي بلعباس حفلا تكريميا لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظم من طرف المركز الثقافي الشهيد بلعربي حمو. التغطية لياسين بن سيد. ارتقينا باش يكون هذا العيد في الموعد تاعه، يعني لو 3 ديسمبر 2015. كانت المبادرة مليحة، كان إقبال من طرف المعوقين ومن طرف السلطات المحلية. وبنفس المناسبة نظمت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية سوقهراس برنامجا خاصا احتضن فعاليته مركز إعادة التربية بعاصمة الولاية، تضمن تكريمات وتقديم كراسي متحركة وبعض الجوائز على 18 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. التقرير لمحمد لمين الساسي وقراءة للطفي بن شريف. احتضن مركز إعادة التربية بمدينة سوقهراس الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية بحضور السلطات المدنية، حيث تم تقديم كراسي متحركة ومصاحف إلكترونية وعديد من الهدايا الأخرى. بتوزيع 5 دراجات ثلاثية العجلات، كذلك 5 أرائك متحركة كبار، 2 أرائك متحركة صغار، وبعض وربع جوائز للمكفوفين، وهذه كرمز فقط لأن العملية على طوال السنة مستمرة، ونمنحوا كل معوز يكون يحتاج إلى هذه التجهيزات نمنحوه هذه التجهيزات، لكن كرمز اخترنا حوالي 18 مستفيد. هذه التكريمات أدخلت البهجة في نفوس هذه الفئة، تلاميذ المركز الطبي البيداغوجي ومدرسة صغار المكفوفين قدموا خلال هذا الحفل عروضا فنية أمتعت الحضور. ونبقى دائما في المناسبة، وهذه المرة من ولاية سكيكدا أين عرفت الاحتفالات إقامة معرضا للأعمال اليدوية التي أنجزتها أنامل والمعاقين بمختلف المراكز المتواجدة بالولاية، حيث شدت الانتباه لروعتها وجمالها، كما تم توزيع عدد معتبر من الكراسي المتحركة والدراجات النارية المهيئة على بعض المعاقين حركيا، الشيء الذي أدخل البهجة في نفوسهم. كما تم تنظيم وليمة غذائية جماعية للأطفال المعاقين بمشاركة المربين ومسؤولي النشاط الاجتماعي بولاية سكيكدا. هذه التظاهرة الخاصة باليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف 3 ديسمبر كل سنة، حيث سطرت برنامج تاري تخلله نشاطات خاصة بالأطفال الموجودين المتواجدين على مستوى المراكز المتخصصة للولاية، وإحياء أيضا لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. برمجت مديرية الأمن لولاية تيزي وزو عدة نشاطات ترفيهية على مستوى المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببوخلفة، وهذا بهدف مشاركة هذه الفئة الحساسة فرحتهم وإعادة الاعتبار إليهم. عمر حمامي. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أقدمت مديرية الأمن لولاية زوزو على تنظيم زيارة إلى المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببوخلفة، وهذا بهدف مشاركتهم فرحة احتفال بيومهم العالمي المتسامن لـ3 ديسمبر لكل سنة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ارتأت أمن تيزي وزو أن تقوم بهذه الزيارة الجوارية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، كذلك
لقد أحضرنا لهم مهرجين لنتقاسم معهم بعض لحظات من الفرح والسرور. والفرحة الكبيرة إذن كانت لما ألبسناهم هذه البدلات بالزي الرسمي الشرطي، والشرطة تبقى دائما في خدمة هذه الشريحة من المجتمع. هذا وقد تم إلباس بعض الأطفال الزي الرسمي للشرطة وإحضار المهرجين وكذا توزيع الحلوى لهم، مما زاد من فرحتهم وفرحة أوليائهم. فرحة زادكم صحة وصحة صحي. أنا الله يبارك لك كينيش يطريكم العجفي الحال يروا لصليلي بروب، يعني ما شاء الله، يعني الله يبارك جرس فرح بك الجواردة نثني لك جواردة فرحة فدنا نشطوح مقار مقار هذا راسبير نشطوح خاقا شوية وكل سورتي وقف أدمي هذا قاري فيه يفرح يسي يفرح يسي ولكم يدو سمعنا نزف اللوان طفعم فرحة مليح مليح يعطيكم صحة. وتبقى هذه المبادرة الإنسانية التي قامت بها مديرية الأمن مثلا يقتدى به للتقليل من معاناة هذه الفئة وكذا إدماجهم في المجتمع. وإلى موضوع آخر، أين دعا سكان حي محمد جعباني بمدينة بوسعادة بولاية المسيلة السلطات المحلية بالولاية إلى تخصيص مشروع مستعجل لإنجاز جسر بديل للجسر القديم الذي كان سببا في فيضان مياه الوادي الذي يعبر حيهم، كما طالبوا بإعادة تأهيل الطريق وإصلاح الإنارة العمومية. عبد الحليم بلال والمزيد من التفاصيل. هذا هو الجسر الوحيد الذي يسهل حركة المرور لسكان حي محمد شعباني والدشرة القبلية ببوسعادة، والذي طالما شكل خطرا على السكان بعد فيضان مياه الوادي الذي يعبر الحي. كمواطن من حي محمد شعباني يهمنا الأمر الأول قبل كل شيء وهو القنطرة، بان عدو متفاهمين. القنطرة هذه اللي راجع السيد الوالي دشن هي مخدومة من قديم، دايرينها لي بيز نتاع 80 متر، نهار اللي يجي الواد راه يطلع علينا، ونهار من نهار راه يهز الحمايد كاملة الديار الديار نتاع الحمايد. ونقولها وانا مسؤول على كلامي، ثاني شيء اللي راه ضايع ومضيعينه وخسروا به ملايير وهو المكتبة. المكتبة دوك نقدروا نشوفوها بالصوت والصورة، داروها كوم كوا مشروع وزاري وكذا وكذا، وكلوا دراهم وخلوها راها الفار يلعب بها. نبدأ لكم بالمسألة الأولى، الطريق هذه اللي جامعها الوالي هذا وين؟ الصبح نظن لقاهم يعدوا في الحفر هذيك اللي راه مكسرة هذيك. يعدوا له يسيرجوا له في الطريق باش يجي يلقاها معدولة. هذه عارفها الخاص والعام هذه. عندنا كنا 500 مسكن هاي من هنا في سيتي سيس حي محمد شعباني، ما عادش الضوء عدى 20 سنة. حي قديم يفتقر للتهيئة الحضرية والمرافق الشبانية والترفيهية، وحتى وإن وجدت فهي مهملة وعرضة للتخريب على غرار هذه المكتبة التي ظلت هيكلا بدون روح. لم تعد الزاوية القرآنية تلك التي كانت في الماضي بولاية بتنا، أين طرأت عليها تغييرات جذرية من حيث الوسائل المستعملة في الحفظ بعد أن غابت عنها الطقوس التي تمثل الهوية الثقافية. عند شرفي. حافظ هذا المسجد إلى حد ما على تحفيظ الأطفال آيات من القرآن الكريم وتعليمهم تلاوات من الذكر الحكيم بمنهج قديم، أين يجلس الأطفال على الأرض المفترشة بلوحات ليست بخشبية وأقلام لم تصنع من قصب السكر كما كان سابقا لمباشرة الحفظ خلال الفترة المسائية. يا كنا نستخدم الألواح، طريقة الألواح طريقة الصلصال اللي نحيوهم بالصلصال باش يمشي فيه السماء هذاك اللي يكتبوا به، نحيوهم هنا وكان عرضه قال يمحيهم، ومن بعد كي يمحي يكتبها بالسماء هذاك وكي يكمل يكتبها قال كاينين كاين فئة نملوا عليها وتكتب
كاين الفئه اللي تعرف تكتب وتقرا تكتب وحدها والمعلم يصححها. غير ان زاويه الشيخ دردور بتزولت لا تختلف عن قاعات اقسام المدارس، حيث تحوي على مقاعد طاولات سبوره وكذا ملفات للاطفال. مطورين على بكري، لهنا مدارين لهم الطوابل، مدارين لهم اسمها الفورم، مدارين لهم سبوره نكتبوا لهم على السبوره، مدارين لهم يديروا الدواسه، يجيبوا يطربوا عليهم نقمه وتصويره و اسمها مدارين كيما المدارس اسمها حتى هما عندهم قوانين. لتبقى الزاويه القديمه تحمل نكهه خاصه ومميزه. ونختم بالثقافة، حيث تمر اليوم عامان على تصنيف منظمة اليونسكو لإمزاد الخاص بقبائل الطوارق ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي. التصنيف يعتبر إضافة للرصيد الثقافي العالمي بتراث جديد. مصطفى زياتين. هي عامين من العراقة والأصالة تمر على قبائل الطوارق، تراث من جنوبنا الكبير الإمزاد، المتضمن لمجموعة من الأغاني الشعرية وعزف الموسيقى الخاص بقبائل الطوارق. لجنة اليونسكو صنفت منذ عامين بدورة باكو بأذربيجان الإمزاد ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي. ويأتي تصنيف الإمزاد الذي تميزه سيما آلة موسيقية تعزف عليها النساء الترقيات، آلة صنعت مجد الطوارق ورسخت ثقافة ليعترف بها ويرتفع اسمها بجميع أصقاع العالم. بثقافة تنتهي أوراق نشرة هذا اليوم المحلية. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الجزائر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. باتنا الزاوية القرآنية بين الماضي والحاضر. في التراث تصنيف الإمزاد ضمن التراث اللامادي لليونسكو. شكرا للجميع على المتابعة والسلام عليكم.